أخبارنا ننتقل وياكم نفتح ملفنا للنقاش ضمن فترة الظهيرة الإخبارية. وضع نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الواسعة الاستهلاك، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية. سيتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط تموين، والذي يجب عليهم ضمان تموين الولايات التي يجدون أو يوجدون بإقليمها فقط. إذن مشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع وتفاصيله يلتحق بنا عبر خدمة الهاتف الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني. أهلا بك معنا. مساء الخير لكم مشاهدي شروق نيوز. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذا بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 23 عفوا من الجريدة الرسمية، اعتماد ووضع نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الناتجة عن تمويل بعض الولايات الجنوبية بالمواد واسعة الاستهلاك، لربما نبدأ هذا النقاش بأهمية هذه الخطوة. هي خطوة مهمة من أجل القضاء على الاختلالات تاع التموين وتجارة المواد، خصوصا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك أو ما يسمى بالاف ام سي جي، يعني المواد واسعة الاستهلاك والمدعمة. الحمد لله اليوم نشوفوا أنه الجزائر بلد بحجم قارة، وأنه الولايات الجنوبية ولايات يعني بعيدة كثير على الولايات يعني أين يتم تصنيع المواد الغذائيه. نعرفوا في اخر الاحصائيات نعرفوا تقريبا كل ولايه الشمال هي التي تسيطر على المصانع يعني تصنيع المواد الغذائيه وسائل الاستهلاك ومواد التنظيف ومواد اخرى. اذا هو قرار ممتاز من اجل ان تكون هناك تكلفه اللوجستيك والنقل تكون على عاتق وزاره التجاره، عكس ما كانت ربما في الماضي كانت على عاتق وزارة أو صندوق خاص تابع لوزارة النقل. فاليوم المسؤول الأول على هذه العملية هي وزارة التجارة بمعية وزارة الداخلية، حتكون هناك منصة رقمية واللي يتحكم فيها مدراء 58 مدير تجاري على مستوى 58 ولاية. هذو المدراء هم اللي يعطيوا ربما خارطة أو يعطيوا يعني بعض الأرقام السنوية، لانه كل ولايه نعرفوا 18 ولايه خصوصا الولايات الحدوديه عين قسام جانات إليزي، فيها كل ولايات بعيده جدا، وتكلفه الشاحنه اللي تهبط حتى الولايات هذه نتكلموا على ملايين السنتيمات. يعني اليوم مثلا نعطيك رقم انه من الجزائر العاصمه باش يهبط حتى ولايه ثمان راسك نتكلموا على الاقل على 200 الف دينار، فالتكلفه كبيره جدا. يعني اذا كان سقطناها على المنتوج فسنجد ان المنتوجات التي تسوق في الولايات الحدوديه والولايات الجنوبيه ربما تصل الى ثلاث اضعاف او اربع اضعاف اسعارها الحقيقيه الموجوده في ولايه الشمال. اذا هي خطوه مهمه تدعم الحركيه التجاريه وتعطي حركيه وديناميكيه لتجاره الجمله والتجزئه. لكن استاذ ايلام نعرفوا انه هناك بعض الخلل على مستوى الفوتره، لانه هذا القانون راح يلزم على تجار الجمله والموزعين المعتمدين او ما يسمى بالديستريبيتور او يعني للديبوزيتور انهم يعملوا الفوتره وتكون يعني التجاره نتاعهم حقيقيه ريال. يعني هذا هنا يكمن الخلل، لانه نعرفوا انه اغلب التجار الجمله ربما يبتعدون على الفوتره لانه ما فيش ربما يخافوا من الضرائب، يخافوا ربما بعض المخالفات. اذا نتمنى انه تكون هناك مرافقه كذلك وتحفيز للتجار الجمله وتجار التجزئه والموزعين على مستوى الولايات، وتكون هناك مرافقه من وزاره التجاره وكل الوزارات المعنيه. نعم، نتكلم دائما لربما حول أهمية هذا القرار أو هذا النظام الجديد ودوره في محاربة الاختلالات بالنسبة للولايات، وكذا تحقيق الأسعار المتوازنة. مثلما ذكرت هناك لربما تمركز كبير للمنتجات في الولايات الشمالية مقارنة بالجنوب. الجنوب تم لربما بموجب
يعجب هذا المرسوم تعديل أو تعديد الولايات المعنية بهذا القرار؟ القائمة قائمة المواد التي ستكون معنية بهذا الإجراء والقابلة لتعويض تكاليف النقل ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية بعد استشارة الوزارات المعنية. في اعتقادك ما هي أهم المواد التي وجب أن تكون في هذه القائمة؟ أستاذة إلهام، البداية راح تكون بطبيعة الحال بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة. معناتها احنا نتكلموا على ربما منتوجات الزيوت، السكر، القمح بكل أنواعه، بعض مشتقات الألبان، يعني خصوصا المواد التي تدخل المدعمة وكذلك المواد الغذائية، لأنه الهدف والتحدي والرهان كبير وهو الوصول إلى وفرة. لازم تكون عندنا وفرة المواد والمنتجات والسلع الغذائية على مستوى كل الولايات الجنوبية، لكن موازنة مع ذلك يجب أن تكون هناك ردع لكل أشكال الاحتكار والمضاربة وخصوصا التهريب. نعرف أنه مشكلة التهريب كبيرة جدا خصوصا في الولايات الحدودية والولايات الجنوبية. إذن اليوم مع إصدار قوانين وإصدار يعني التعليمات راح تخلق نوع من الديناميكية، وتكون التجارة متاحة وتكون التجارة مقننة وتكون هناك سهولة وإنسيابية. يعني اليوم التاجر الجملة الموجود في كل هذه الولايات 18 ولاية الجنوبية ما يكونش عنده بيروقراطية، ما شح يلقى البيروقراطية، حتكون هناك مرافقة من مديرية التجارة على المستوى المحلي، حتى بالنسبة لمصالح الضرائب وكل مصالح تاع القطاع المالية راح يراكبوا ويرافقوا هذا التجار، لأنه الهدف تاع التاجر هو أنه يوصل الوفرة وتكون هناك ما تكونش هناك ندرة، لأنه بعض شفنا في بعض السنوات الماضية كان هناك ندرة، كان هناك احتكار، كان هناك مضاربة. لكن مع تقنين هذه التشريعات راح تكون أولا عملية رقمنة، معناتها من وزارة التجارة عن طريق المنصة الرقمية راح يكون هناك بنك للمعلومات، ونعرف كل ولاية سيدة إلهام كل ولاية شحال عندها متطلبات، عندها احتياجات سنوية. وهذا ما صدر في القانون، أنه على عاتق مدير التجارة على مستوى الولايات، هذه الولايات الجنوبية وحتى الولايات الحدودية، أنه يعمل بلانينج، يعني برنامج، وبرنامج لكي يعرف برنامج سنوي باش نعرف قيمة أو أي ولاية ما تأكله، يعني احتياجاتها وطلبياتها من كل المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ثم سيتم تعميمها. أنا أظن سيتم تعميمها على باقي المواد، خصوصا مواد التنظيف، مواد البناء، خصوصا مواد البناء. فمثلا اليوم في ولاية الشمال الحديد والإسمنت نلقى بالسعر، عندما ننزل إلى ولاية الجنوبية نلقى ثلاث أو أربع أضعاف. إذن باش يكون هناك عدالة ويكون هناك إنصاف في ناحية التنمية وإنصاف في ناحية إيصال السلع والمنتوجات وحتى الخدمات على مستوى الولايات الجنوبية، لأنه ما ننساش إلهام أنه بعد نتكلم على ولايات محورية مثل تندوف اللي حتكون هي بوابة إفريقيا وبوابة موريتانيا، نتكلم على تمن راست، نتكلم على جانيت مع كذلك مع تونس، مع النيجر، مع مالي، ما ننساوش كذلك أنه هناك عملية المقايضة. إذن من أجل الوصول إلى إنسيابية وتعميم وتكون عندنا الشمول التجاري والإنصاف والعدالة بين التاجر اللي موجود في الجنوب والتاجر الموجود في الشمال، جاءت هذه التحفيزات وهذه القوانين من أجل أن تكون هناك عملية إنسيابية، عملية ثالثة، تكون هناك رقمنة، والكل يكون رابح. التاجر يكون أولا محمي، تاجر الجملة يكون محمي، الموزع اللي عنده كذلك عنده تكاليف، ما ننسوش أنه التكلفة تاع النقل والتوزيع على مستوى الولايات الجنوبية تكلفة باهظة جدا، نتكلم على مئات الكيلومترات اللي تقطعها شاحنات ولا مركبات تاع التموين بالسلع، خصوصا السلع الاوليه، سلع المواد الغذائيه. نعرفوا احنا بحكم التجربه، نعرفوا مثلا انه التجار اللي ينشطوا في مجال السكر والزيت والحليب وكل السميد والقمح يعني يعانون، يعني التكلفه كبيره جدا مع الاسعار تاع التكلفه والنقل وكل هذا. اذا هناك مساعده، هناك مرافقه من وزاره التجاره ووزاره الماليه لتعميم هذه العمليه على كل المنتوجات في مرحله ثانيه ومرحله ثالثه، وتعميمها على الولايات، لما لا ولاية الهضاب، ولاية الجنوب، ولاية الجنوب الكبير.
أستاذ عبد القادر سليماني، نتكلم لربما دائما حول النقطة شرطها في سياق حديثك، منع التهريب الذي قد يكون في بعض الولايات الجنوبية، ضمان وصول هذه المواد للمستهلكين وللتجار على اختلافهم في اعتقادك، هذا الأمر وربطه لربما بمجموعة من الأسواق ومن بينها وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة بالولايات الجنوبية أو الولايات القريبة منها والمحددة عبر قائمة الوزارتين، وحصر تموين هذه المواد بهذا النظام لهذه الأسواق، هل هو إجراء ربما للحد من هذه الظواهر؟ طبعاً الحال نعم، لأنه شفنا في سنتين ماضيتين كان هناك العديد من القوانين لتحارب المضاربة والاحتكار وحتى التهريب الغير شرعي، ونشوفوا أن وحدات الجيش الوطني الشعبي المشكورة أنها في كل مرة يعني توقف العديد من المهربين وتهريب المواد، خصوصا المواد المدعمة. يعني شوف أنه خزينة الدولة سنويا ملايير الدولارات تروح إلى التحويلات الاجتماعية وحتى التحويلات لتدعيم أسعار المواد وسعة الاستهلاك وتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطن، خصوصا المواطنين تاع الولايات الجنوبية والولايات الحدودية، لكن يتم تهريبها في بعض الأوقات. إذن بمثل هذه القوانين راح نروح إلى الإحصاء، يعني الريسونسمون، راح يكون عندنا إحصاء دقيق لعدد أولا تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين المعتمدين، لي سونترال داشو وما يسمى بالمساحات التجارية. وشفنا وزير التجارة في تيزي وزو منذ يومين كيف تحدث على ضرورة تعميم المساحات الكبرى، لأن المساحات الكبرى وما يسمى بلي سونترال داشو راح يكون من المصنع إلى المستهلك مباشرة، معناتها سلسلة التوزيع راح تكون قصيرة، وعندما تكون السلسلة تاع التوزيع تكون قصيرة الأسعار مش راح تكون كبيره، والمتدخلين خصوصا المتقفلين اللي ما عندهمش ربما السجل التجاري وحتى المهربين واللي يصطادوا في المياه العاكره والمضاربين راح يتم اقصائهم. اذا هذه العمليه تدخل في صلب هذه استراتيجيه وطنيه باش تكون عندنا خارطه وطنيه للتجاره، تجاره المواد الغذائيه خصوصا المواد الغذائيه، تجاره التجزئه، يجب استعمال الاحصاء، الرقمنه، ويكون هناك كذلك ديمقراطيه تشاركيه. اليوم التاجر يجب نسمعوا له، الموجود اليوم التاجر الموجود في عين أمينات والموجود في إنجزام يجب نسمعوا له ونشوفوا ما هي المشاكل، وحتى بالنسبة للتاجر الجملة كذلك. هناك بعض الولايات حتى اليوم نقولها بكل صراحة ممنوع يعني السجل التجاري بالجملة، إذا يجب إعادة النظر في هذا في هذه الناحية القانونية والناحية التشريعية باش نوصلوا المواد الغذائية والمواد المدعمة والمواد واسعة الاستهلاك إلى أقصى نقطة في تراثنا الوطني، ونمنع التهريب. لأنه علاش المديرة التجارة حتكون عندها إحصاء دقيق لمدى يعني الاحتياج تاع الولاية وحتى تاع البلدية. اليوم مثلا البلدية اللي فيها 20,000 نسمة راح نعرفوا ما هي احتياجتها من السكر، من الزيوت، من القمح، من كل المواد المدعمة، وبالتالي سيتم تسهيل حتى من الناحية الأمنية، سيتم تسهيل عملية المراقبة، وبالتالي راح يكون هناك تشارك بين المواطن، بين تاجر الجملة، بين تاجر التجزئة، وبين الموزع، وحتى بين المصنع، لأنه اليوم المصنع على عاتقه مسؤولية كبيرة. عندما نتكلموا عن المصنع نتكلموا كذلك على المذابح، نتكلموا على يعني على المزارع الفلاحية، يعني لاسورس، يعني من أين تبدأ السلسلة عن التوزيع. إذا يجب أن نوصلوا إلى خارطة وطنية للتوزيع وتموين المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك خصوصا المواد المدعمة باش نحافظوا على الوفرة، وباش يكون عندنا طمأنينة خصوصا في شهر رمضان وفي الأعياد، وتكون عندنا أسعار موحدة. لا يمكن أن يكون هناك أسعار مفضلة وتفاضلية بين ولاية الجنوب وبين ولاية الشمال. نعم واضح أستاذ عبد القادر سليماني الخبير والاقتصادي، شكرا لك على مشاركتنا نقاش هذا الموضوع. شكرا جزيلا. إذن